انت راح تضطر تسوي اكستراكشن. طبعا هاي المشاكل تزيد اللي عنده ديابيتس، اللي سموكر، اللي مثلا هو بيشنت مهمل للاورال هياجين كلش تعبانه، فيصير البريودونشا مقصود الجنجيفا والبون معرضه للدمج، وبعدين راح نضطر نسوي اكستراكشن اللي راح تصير موبيلتي بايلستانس. هاي اللي تشوفوها بالصوره ما بيها فايده يعني هوبلس. النقطه الرابعه المال بوست توث، يعني التوث اللي هو سيتويتد اوتسايد ذا ارش اوف ذا دنت اوف ذا تيث، يعني هسه هذا الموقع مال التوث صاير عندي موقع ابنورمال، فهنا مثلا هذا يسوي لي تروما للتانج، يسوي لي مشكله للبيشنت، وهذا الافضل قبل لا تسوي اكستراكشن اسوي اعرضه الى ابو الاورثو طبيب التقويم الاسنان، هو يحدد لك اياها الاسنان اللي يسوي لك، حتى هو يسوي التريتمنت بلان حسب ما موجود بالصوره، يعني حسب ما يحتاج البيشنت. العفو. الخامسا عندي الاورثودونت كريزون، دائما اطباء التقويم يسوون دنتال اكستراكشن للبريمولرز. السبب انه هاي الاسنان صايره بمنتصف الدنتال ارش بين الانتيرير تيث والبوستيرير تيث، حتى ابو التقويم يحتاجها مني حصل فد سبيس يبدي يسوي عدل الاسنان اذا هو عندك تزاحم بالاسنان تراكب اكستراكشن للبريمولرز. بس طلاب لازم تنتبهون، انت مو تجي تقول انا اسوي له قلع وروح على ابو التقويم، لا، روح على ابو التقويم يفحصه ويكتب لك ورقه يقول لك دكتور هاي تقلع هاي السن وهذا السن، لازم ورقه مختومه موقع حتى تطلع انت من الناحيه القانونيه. تمام. احنا بالنسبه عنده سؤال لان وصلنا 10 سلايدات هسه. زين نعم. زين. لا لا مو سبب، هو احتمال هاي ده تقصد انت مثلا بالمولر، مرات بالمولر تيث يعني الابر وال اي الابر واللور، هاي مرات تحتاج سيبريشن لان اكو اكثر من روت، فنجي نقص الجذور نطلع واحد واحد. هو هنا صار الالم بسبب انه الانستيزي، احنا حكينا عليه بالفصل الاول ما مضبط الانستيزي، فانت تضبط الانستيزي وتمشي الامور. نعم والله هو دائما يصير عند البيشنت ورا الاكستراكشن بوست اوبراتيف بين، يعني دائما يصير، يعني تضطر الا تنطي انرجيسك، بس انت كل ما تطول العمليه مالت القلع هو راح يتاذى اكثر، راح يصير عنده بين اكثر، والعكس صحيح يعني هيجي. فانت اذا تشوف واحنا هاي سيبريشن ما سيبريشن، وهاي راح نحكي عليها ان شاء الله محاضرات بعدين حتى نعرف شلون نتعامل ويا التوث، بس احنا نحاول نقلع على السن باقل ضرر للسوفت تشو والهارد تشو، يعني الجنجيفا قلت لك الميكوزا والبون هيك. تمام. السبب السادس يسموها كراك التيث، مرات البيشنت يعض على اسنانه بقوه فيصير عنده كراك يعني مثل خط الفطر، فاكو الكراك انواع، اكو اللي يسموه كومبليت انكومبليت، مثلا هسه بهاي الصوره يقول لك هذا التوث اللي عليه صار تريتابل، يعني هذا الكراك او الفطر اللي صاير قابل انه نعالجه مثلا للتوث. اكو كراك يعني هذا فطر يصير كل جديد ينزل من الكراون للروت، سوي سيبريشن بالروت نفسه، هذا مرات يصير حسب مثلا ياكل على فشي قوي، او مرات هو نايم بالليل يعض على يصك على اسنان، هاي يسموها براكسيزم، فيسوي لي هذا الخط الكراك، او مرات يسوي لي فراكتشر كامل. فتيجي انت من كطبيب اسنان وظيف جاك بيشت عندك كراك، تعطي انستيزيا تشيل الجزء المكسور، تشوف لوين واصل الكسر، اذا بيها مجال تقدر تسوي تريتمنت مثلا حشوه كراون تبقي التوث، اذا مرات نازل الكسر كل جديد وواصل للروت مثل الصوره اللي على اليمين هذا ما له علاج الا اكستراكشن، هاي ما يقصد بالكراك تيث. عندي السبب السابع بري بروستيك اكستراكشن، مريض ذا يسوي له دنتشر، انت اخذت ريموفابل دنتشر وعنده بعد اسنان، فمرات اكو بعض الاسنان تتعرض ويا الديزاين مال كروم كوبالت او مال بارشال دنتشر فول دنتشر، هذا من يحددها؟ ابو البروستيك،
يعني يروح البيشنت على بالبروستاتيك يسوي له تريتمنت بلان كامله شلون الاورثو نفس الترتيب، حدد لك الاسنان اللي هي بها اراده الاكستراكشن دز الكاه بالريبورت بالتقرير او بالورقه مالته وانت تسوي اكستراكشن. هو يحدد بعض الاسنان ما بها فايده هوبليس او يسموها خارج الاكلوجن او تتعرض ويا الديزاين، هاي اللي بالبروستاتيك يحددها. ثامنا عندنا نعم نعم يعني مثلا صحيح، بس مرات هو صحيح سويتك مضبوط، بس مرات مثلا يسمو الوزدم توث السن العقل نان ستراتيجيك توث في الفرط قلعة. هذا المثال بعيد، انت مثال اقرب مرات مثلا المريض قالع مثلا ابر 4 و 5 تلقي الابر 6 صاير بي درفتنج مثلا يقالع الفور والفايف فتره طويله، الابر 6 اللي هو بصفه يصير بي درفتنج يميل باتجاه الاكستراكشن سايت، ما يقدرون يستفادون من عنده، يتعارض ويا الانسيرشن مال الدنشر يضطر يقلع. يعني هيك يعني هاي واحد من الاسباب. مرات بعض الاسباب يقول لك انا الديزاين مالتي من اريد اسوي سيتنج للتيث هذا السن يعارضني الا اشيله، هاي اللي يحددها قلت لك هو يعني ابو البروستاتيك يقول لك. طبعا احنا هسه يجونها بالعيادات الرابع والخامس ان شاء الله يشوفوه السنه الجايه من البروستاتيك، يجي يقول لي شيل لي هذا التوث. مرات ابو على التوث مثلا زين مثلا صار بي اوفر اربشن دي يتعارض توث السن اللي جوا مقلوع، هو السن بالابر جو نازل كلش، فهذا من يجي تخلي الدنشر يتعارض التوث ما بيشي بس صار بي شويه سوبر اربشن يقول لك اقلع يتعارض ويا الكلوجن مال الدنشر تضطر تقلع. هيك كذلك نعم والله هو اكو انواع حركات بالتقويم يرجع الاوفر اربشن يسموه انتروجن يدخل السن اللي جوا، بس هذا ياخذ وقت والمريض مرات ما يقبل يدفع التكلفه. وثالثا ذول اللي يسوون دنشر ترى اكثرهم كبار بالعمر، يعني تقول له تعال شد لك تقويم وهذا يشوفه ازعاجات هيك. ومرات هو مثلا اكو اسنان هواي مقلوعه ما تقدر تركب التقويم، لان التقويم لازم الاسنان اكثرها موجوده حتى شي على مود يعطي سبورت للابلاينس هيك، فيضطر يعني يقلع في بعض الاسنان يعني هيك. واحنا نحاول طبعا دائما انا اوصيكم اخر ما تفكر بيه القلع حاول تحافظ على السن، يعني جزء انت احنا بدنا نحكي هاي كبرنسبل، بس احنا بعيادتكم اليوم انت من تفتح عياده مستقبلا ان شاء الله تضطر انت تشتغل انت البروستاتيك وانت السيرجري راح تصير اثنينات، فراح تتحمل انت المسؤوليه وخطيه البيشنت برقبتك اذا قلعت سن ما يحتاج، فلازم انت تنتبه. يعني البرنسبل مال اكستراكشن اكيد راح يشرح لكم اياها بالبروستاتيك، تعرف ايش تقلع ايش ما تقلع شنو اللي ياثر عليك ما ياثر ذاك الوقت تفكر بالاكستراكشن هيك. بس احنا بدنا نحكي كمبادئ المفروض اروح على اخصائي صناعه اسنان هو يحددها ويرجع لي مثل الاورثو، انا بالنسبه لي بس انفذ اللي اريده. بس انا اجي كطبيب جراح بالسبب الثامن عندي الامباكت التيث، انا اجي احدد شو وقت اقلعها شو وقت ما اقلعها وليش. مثلا انا الصوره اللي هي الاو بي جي نعم دكتور، بس الطلاب قاعد يحاولون ينضمون والا توافق على انضمامهم. دقيقه والله بحقهم سنرجع. اي انطيني خبر اذا بعد اكو نفس اللي انا فاتح المحاضره انا مو بمايل شوي مخربط الامور. تمام نرجع السبب الثامن الامباكت تيث، هذا اكثر الاورال سيرجري بروسيجر كعمليات جراحه احنا بدنا نشتغل على امباكت تيث. فعندي انا هسه نوعيتين هاي الصورتين كلش حلوات عندي هنا مثلا الامباكت لور 8 وابر 8. هذا المريض مرات يشتكي من بين يشتكي من خدر يشتكي انه تضغط على اسنان البقيه تسوي له بوكيت يعني مشاكل باللثه مشاكل. مرات هذا اللور 8 من يضغط على السفن يسوي كيريز بالروت مالته نضطر نجي نسوي سيرجري نقلع. الصوره اللي بالرايت سايد هنا هذا ابر كناين امباكتد، هذا مرات ابو الاورثو يقول لي سوي له اكستراكشن افتح فلاب من البلتال سايد او من الليبيال سايد، افتح فلاب يعني اقص باللثه واشيله للتوث واطلع. مرات لا افتح الفلاب يعني احنا هنا بدنا نحكي كقلع انه هو امباكتد نشيله، لان هو شنو ما يقدر يسوي له اربشن تو فانكشنال اكلوجن. يعني ابو الاورثو يقول لك والله انا هذا الكناين الابر ما اقدر اسحبه بالجهاز واخليه بمكانه يقعد، تضطر انت تضطر انت تقلع. اكثر الحالات اني الابر كناين ما نسوي له اذا ابو الاورثو يقدر يسحبه بالجهاز سوي اكسبوجر نفتح نشيل نفتح اللثه ونقص البون راح يطلع التوث نركب عليه البراكت مالتنا ونربطه بواير ونسحب نرجع المكان، ذاك يسموه
سيرجيكال اكسبوجر اوف امباكتد كناين، بس احنا هنا بدنا نحكي مو اكسبوجر، بدنا نحكي سيرجيكال اكستراكشن اوف امباكتد ابر كناين. تمام؟ فيقول لك الامباكتد توث ما تقدر تسوي له اربشن للفانكشنال اكلوجن، يعني خصوصا هو بالابر كناين. مرات اكو بعض الاطباء ايش يسوون، مثلا المريض عنده لور 8 امباكتد وال6 وال7 مسوي اكستراكشن البيشنت، فمرات يسوي اكسبوجر يسحب ال8 بالابلاينس الاورثو ويطلعه، هاي ابو الاورثو يحددها. بس اكثر الابر 8 لور 8 نسوي له احنا سيرجري امباكشن، يعني نفتح نعطي انستيزيا، قلت لكم نفتح الفلاب مالتنا، نفتح ايش قصبون ونسوي اكستراكشن وبعدين نرجع نسوي سيوتشرنج. هاي ان شاء الله هوايه تمرون بها. نعم تمام. اي تمام صحيح. يسوي لك روت ريزوبشن مرات. لا لا اي صحيح شايد. هو شي يسوي اذا ظل ضاغط يسوي له روت ريزوبشن تاكل بالجذر، ومرات بعض الحالات هو مو هيك ضاغط على الجذر يدخل اكل بهاي المنطقه، المريض ما راح ينظفها، يظل هاي المريض ما راح ينظفها يتحول الى كيريز، وهذا الكيريز يمشي ويوصل لك للروت كانال ويصير عنده بين البيشنت هيك، يعني عفوا يضرب البالب اي للروت، يعني هذا الكيريز يمشي يوصل للدنتال بالب يسوي لك بين، وتحتاج هنا عاد تشيل الايت وتسوي روت كانال للسبين هيك. لا لا هو يسوي لك ريزوبشن، يعني اذا يظل ضغط على الجذر يسوي تاكل بالجذر مال 7، او يسوي لك كيريز يمشي هيك. بس هو الضغط مالته المستمر على التيف مرات يسوي لك كراودنج بالانسايزر تيف، يعني الاسنان الاماميه المريض يقول لك والله ما عندي شيء، بس من بدا يدفع العقل الاسنان اللور انتيرير تيف سنترال لترا بدات تتخربط، ومرات المريض يقول لك ليس عندي الم مدى اقدر اوصفه او خدر، ومرات الم يضرب على الاذن مالت البيشنت هيك. هاي من اسباب القلع مال الفيمور، ناخذها ان شاء الله بصف رابع ان شاء الله. عندنا النقطه التاسعه سوبر نيومرال تيف، تعرفوها انه هنا يعني هو التعريف البسيط مالته عندي سينزايد. فالسوبر نيومرال تيف هم بانواع، انا ما راح ادوخكم بها، بس هنا يقول لك هو السوبر نيومرال تيف مرات يتعارض ويا ظهور البيرمننت تيف، او مرات يسوي لي ريزوبشن او ديسبليسمنت. فهذا السوبر نيومرال تيف مثلا هنا لو تلاحظون بهذا الصوره شو مسوي لي، مسوي لي ديسبليسمنت للابر سنترال انسايزر، فراح اضطر اسوي لك اكستراكشن وبعدين احول البيشنت للاورثودونتك تريتمنت. وهو همين السوبر نيومرال تيف يفضل طبيب الاورثودونتك تريتمنت، هو ابو الاورثو هو اللي يقول لك شيل لي، يعني هو سن زايد ما بيفايده بس ياثر لي على البيرمننت تيف. السبب العاشر نعم ها مو هذا مرات هذا السوبر نيوتيف مشاكله ما عدا الكراودنج، يتعارض ويا الاكل والبيشنت من يحكي ولسانه ضوجه، ومرات شي يسوي لي يسوي لي ريزوبشن للروتات مال البيرمننت اليمه، عرفت شلون؟ فيسوي لي مشاكل فاضطر اشيله. نعم صحيح. مو السوبر نيومرال ترى بانواع، اكو نوع من الانواع هذا بالصوره يشبه الوتد، هذا يسموه ويت شيب، هذا كونيكال يشبه المخروط، اكو نوع يسموه سبليمنتال يشبه الاسنان الطبيعيه، اذا قاعد من الدنتال ارتش ما نسوي مشكله نقدر نعوفه. اي مو اكو انواع شكله، اكو انواع شكله البيشنت يضوج يقول لك هذا شكله مضوجني، اكو انواع شكله يشبه الانسايزر ماكو مشكله، هذا نعوفه اذا ما مضوج البيشنت وقاعد ضمن الكلوجن وما بيشكال عادي ماكو اشكال تقدر تعوفه. تمام نرجع على السبب العاشر، بعض الاسنان يقول لك associated with pathologic lesion. من تقول pathology يعني اي abnormal disease process، مثلا سن محتوي وياه كيس سيست، فنضطر نشيل الكيس والسن، او سن داخل ضمن تيومر
نشيل الورم والسن، هاي ابسط شيء. ندخل بتفاصيلها بالمرحله الرابعه والخامسه بس حتى تفهمون شنو الباثولوجيك ليجنز. النقطه ال11 عندي بري راديشن ثيرابي، مريض صار عنده فد ورم، ان شاء الله معافين انتم واهلكم من هاي الامراض الخبيثه، فورم منطقه الجو، جراح شال الورم، نضطر نعطيه اشعاع او كيميائي. ما يخص الاشعاع، هذا المنطقه راح تنضرب اشعاع، فموجوده بهاي المنطقه اسنان مثلا بها كيريز باقي بس روتات، هذن نسوي لها اكستراكشن قبل اللي نبدي بالاشعاع، لان من ننطي الاشعاع الاشعاع راح ياثر لي على البلد فيزل مال البون. فاذا انطيت اشعاع وجيت راس اي مريض، هسه نصيحه اي مريض ماخذ اشعاع لمنطقه الجو، تجي تسوي له قلع، السكت اللي راح يصير منطقه القلع بعد ما راح يصير بيها هيلينج، ما راح يصير بيها التئام، ظل سكت مفتوح، راح يصير نكروسيس بالبون، يسموه اوستيو راديو نكروسيس، اوستيو ريليتد تو ذا بون، راديو ريليتد تو ذا راديو ثيرابي، نكروسيس يعني راح يصير دمج للبون ستراكشر، ما راح يصير عندي هيلينج، وتعال هذا الجرح ابد ما يطيب يعني. تمام، فقبل لا يبدا المريض بالاشعاع نحوله لابو الاورال سيرجري يشوف الاسنان مالته اللي يراد لها حشوات، اللي يراد لها تنظيف يشتغلها. احنا بدنا نحكي اكستراكشن، اللي تضطر انه تسوي دنتال اكستراكشن، انت كطبيب اسنان تسوي لها قلع، واسبوعين يدخل المريض الى الاشعاع، المعالجه الاشعاعيه مالته. واضح؟ اي بالضبط، يصير يسموه هايبو ساليفيشن، يقلل اي فيهم يزيد الكاريز زيرو ستون. اي صحيح صحيح، يسموه مو انت راح يجف الفم، راح يزيد للكاريز، يعني الواشنج اكشن اوف سلايفا راح يقل، فهنا انت راح يزيد الكاريز، راح تضطر تسوي اكستراكشن بعد السير بعد الراديو ثيرابي. الموضوع كله صعب، وراح ناخذ التفاصيل شلون نتعامل مع المريض المتعرض للاشعاع، قبل الاشعاع شو نسوي وبعد الاشعاع شو نسوي، تفاصيلها بصف رابع ان شاء الله بالمرحله الرابعه. بس هسه حتى تفهم ليش ابو الاشعاع ما يصير اسوي له اكستراكشن، هنا يصير عنده ما يسمى اوستيو راديو نكروسيس للبون، راح السوكت ما يصير به هيلينج، انت مو تجي تقلع ويعوف السكت مفتوح، انا مشكله يعني. هذا السبب. السبب الرقم 12 عندي اتريشن وابريجن وايروجن، هاي مصطلحات راح تمر عليكم هوايه. الايروجن مريض يعني دائما يستخدم اكل او شغلات تحتوي على اسيد بنسبه عاليه، مثلا ليمون، مشروبات الغازية، أو هو عند الستومك مالته المعدة بها مشاكل ترجع الأسيد، فيسوي لي ما يسمى الإيروجين، يسموه كيميكال أتاك، يعني ليجين، هاي اللي راح تبدأ عنده ليجينات على التيف، هاي الليجينات صار عنده تحسس بالأسنان مالته، تبدأ تتطور إلى أن يصير تآكل بالأسنان مالته. فإذا احنا نقدر نضطر أنه هاي الأسنان نعالجها بحشوات، تغليف، كراون، بريد، شغلات، ماكو مشكلة، بس توصل مرحلة ما تقدر تعالجها تقدر تسوي اكستراكشن. هذا الإيروجين. الاكواتريشن لازم تميزون بين ذني ثلاث مصطلحات. الاتريشن سببها مثلا مريض عنده مال اكلوجين، الاسنان ده تطبق حافه على حافه، خصوصا الانسايزرات، واكيد بكم شايفين هيك بيشنت، البيشنت يطبق الانسايزر ايج مال ابر واللور، تطبق وحده على حافه على حافه، هذا مرور الوقت سنين خصوصا الاكلوجين حيصير احتكاك، راح تتاكل الاسنان، هذا يسموه الاتريشن، يعني ده يصير عندي وير اوف ذا انسايزال ايج دو تو ابنورمال ماستيكاتوري فورسز مثلا، يعني بسبب المالكلوجين، هذا الاتريشن. الابريجن هو مصطلح تلاحظون الصوره اللي هي على اليمين، بيشنت مثلا يستخدم التوث برش هارد بريستل، نوعيتها هارد، طريقه التفريج غلط، فترة بعد فترة حيصير عنده هذا الابريجن ديفكت، يسموه تآكل بالأسنان. بس أنا هاي الديفكت أقدر أعالجها، مثلا هاي لو تلاحظوها كلاس 5 ريستوريشن، تمشي الموضوع، مو إلا أجي أسوي اكستراكشن بالكيسات المتقدمة. اتريشن، تآكل بالأسنان، الحافة، الإيروجن،
تحامض على الأسنان لعدة أسباب، والأبريجن ميكانيكال يعني الإيروجين كيميكال أسد، والأتريشن دي يصير احتكاك فدي يصير هاي المشكلة. أنا هاي المصطلحات هذا كلش مهمة، فأتمنى تكون واضحة عندكم. اللي عنده سؤال خلي يسألني عليها عيد اليوم. نعم والله هاي الكيس اللي عليه صار هذا سيفير اتريشن، تقدر تسوي له روت كانال، وتقدر تسوي له بعدين سكروات وبلداب، وتقدر تسوي له بريدج، ماكو مشكله تقدر يرهم. والصوره على اليمين ترهم تسوي لها كلاس 5 فلنج اعتياديه. بس احنا طبعا شنو كاطباء اسنان، انت من تيجي تسوي تريتمنت انت لازم توقف الكوز، يعني مريض التفريج غلط لازم تعلمه شلون يستخدم التفريج، مريض يستخدم الليمون وهاي الشغلات الاسد انت لازم تنصحه بعدين تيجي تعالج المشكله. بس هنا دا يحكي لك بالكيسات اللي كلش سيفير، انت دا تشوف التوث هوبليس او المريض يرفض المعالجه، يقول لك انا ما مستعد، هاي الصوره على اليسار والله ما اريد، اريد اذني الاسنان اسوي لك اكستراكشن، تشرح او تفهم اللي هي ما يقبل تسوي لك اكستراكشن، تقدر تسوي له امبلانت او كومبليت دنتشر بعد هو بكيفه. فاني همشي الفرق هسه شنو اتريشن شنو ابريجن شنو ايروجن، ايروجن كيميكال اتاك، ابريجن ميكانيكال، واتريشن يصير وير اوف ذا تيث يعني توث توث. هنا بالاتريشن توث توث، الابريجن لا ده يصير مصدر خارج مثلا قلنا الفرشه ويا الاسنان، الايروجن لا كيميكال اتاك، اكو مرضى يشربون مشروبات غازيه فشي كلش فظيع مدمنين فيسوي لهم هاي المشكله. هيك عندي هنا مصطلح يسموه ابو فراكشن، هو يقول لك فد مصطلح ثيوريتيكال الهدف من عند يعني المعنى مالته هو لوس اوف توث ستراكشر، يعني انت دا تفقد من الاسنان مو بسبب التسوس تمام. فهذا شو وقت تبدي تفقد من الماده مالت الاسنان من الانامول من الدنتين، ترى مرات بالاتريشن بالحالات متقدمه انامول بعدين يبدي الدنتين، من يبدي يطلع الدنتين مريض يبدي يصير عنده تحسس بالاسنان مالته. هاي شو وقت تبدي الامور بالبايتنج بالاكل بالمضغ بالجرايندينج، فتبدي تتاكل هاي الامور، فراح يصير عندي توث تيشو لوس، تفقد من النسيج السني، راح يبدي المريض ترى مرات يوصل حالات تحسس بالاسنان المتقدمه تضطر تسوي روت كانال، هو ما واصل للبل بس كلش متحسس التيف. فهذا الفكره مال ابو فراكشن، هاي صوره كلش واضحه لتوضح لكم الابو فراكشن. السبب اللي هو رقم 13 من الانديكيشن اوف توث اكستراكشن، صار عندي جو فراكشر كسر بالفك، طبعا وجود الثيرد مولر اكو فد معلومة يقول لك وجود اللور ثيرد مولر بالجو امباكتد يضعف لنا الانجل اوف ذا مانديبل بالنسبة للجو. فدائما هسه تلاحظون هاي هاي صورة الاو بي جي بالسبب رقم 13 وجود الثيرد مولر شو مسوي لي المريض متعرض الى اصابة، طبعا مو هو موجود الثيرد مولر دي اكله صار عنده فراكشر مانديبل، لا طلاب مريض عنده امباكتد ثيرد مولر، هذا الثيرد مولر ما زال امباكتد ماخذ جزء من البون لان هو قاعد داخل البون ما طالع كامل، فالبون هنا صار بيه ويكنس ضعف، من جت اصابه للمريض سواء اصابه بسياره وقع من مكان عالي جت لك بوكس جاء على وجهه وتكسر الفك مالته، صارت مكان الكسر كما مؤشر بالسهم بمنطقه الثيرد مولر. فهنا أنا من اجي اريد اعالج الفراكشر مالتي، انا راح اجي افتح السكين والسوفت تيشو وراح اشيل المصل، وصلت للبون هنا أنا راح اضطر اشيل الثيرد مولر اسوي لك اكستراكشن، اقعد البون يعني اقعده بطريقه كل صحيحه للجو، وبعدين اخلي البون بليت مالتي واثبته للبون، اكو قلت لكم تيتانيوم بليت وسكرو، قعد البليته وبيها مكان مال البراغي واربط البراغي حتى بالمصطلح العام، وبعدين ارجع الفلاب مالتي، فنضطر نشيله للثيرد مولر اللي نسموه هنا ان ذا لاين اوف ذا جو فراكتشر. تمام النقطه 14 ما يخص الاستاتيك، مرات اكو بعض الاسنان بها نسبه الستين كلش عاليه، يعني هسه تتراسايكلين وقت الحمل ممنوع على البيشنت لان يسوي لي تتراسايكلين ستين، فتصبغ بالاسنان بالنسبه للتشايلد من يكبر منظره كلش مزعج. فاذا اضطرينا احنا هاي الستين تيث يعني سيفير الستين يعني الاسنان بها تصبغ كلش عالي وما قدرنا نعالجه مثلا ببليتشنج فينير كراون وصلت الحد ماكو اي فايده، تضطر تسوي له اكستراكشن. مرات مال بوستيف تيف التوث كل شيء ما بي بس الموقع مالته خارج الدنتال ارتش وما يرجع بالاورثو،
ومضوجة للمريض بالأكل، مضوجة من يحكي يعض على اللثة مالته على البكر الميكوزة، تضطر تسوي له قلع. فهاي الأمور ما يخص الناحية التجميلية هيك. هاي طبعا أنت لازم تدرسها لهيك حالات، تفهمها للمريض وتوصل وياه التريتمنت بلان مضبوطة. ذاك الوقت أنت تسوي اكستراكشن، لأن احنا نعرف من نسوي اكستراكشن بعد هاي النقطة ما بيها رجعة. تمام. ناحية الإيكونومي، ف يعني هو هاي النقطة تأثر والله هواية، بس احنا لازم نتعاون ويا البيشنت. يقول لك المريض ما يقدر يدفع جلسات الروت كينال أو الحشوات، أو ما عند أو يقدر يدفع بس ما عنده وقت للجلسات، يعني تضطر أنه تقلع السن. بس أنا هاي النقطة ما أحبها هواية، يعني تحاول تقلع المريض بس والله مرات تضطرون عليه. يعني يقول لك أنا والله دكتور ما عندي وقت أسوي جلسات، أو والله ما عندي فلوس، ما عندي إمكانية، شو أسوي؟ فأنت تحاول يعني تساعد المريض، تنطيف عرض، يعني توديه المركز الصحي تشتغله للأجر، يعني سووا في الطريقة بحيث إذا توث بيها مجال يتعالج. يعني أمانة علمية بركبتكم ترى هاي، أنه أنت تحاول تحافظ عليه بكل الطرق تشتغله، ما أعرف يعني إلا إذا تضطر فد مرة ذاك الوقت تسوي قلع. تمام. آخر العلاج إحنا نقول أنه توصل للدنتال إكستراكشن. هسه إحنا مبدأ مالنا بالطب إذا أكو أي مرض معين اقدر اسوي له تريتمنت، مثلا فيزيكال ثيرابي، معالجه فيزيائيه، او مثلا كبسول، احسن من ما ادخل البيشنت وين قبل عمليه او قبل بنج عام. فنبدي بالخيارات السهله نصعد الصعبه. احنا دائما نحكي على القلع، انا اذا اقدر اسوي له روت كنال واقدر اساعد المريض واقدر ما اخذ منه فلوس، حاله انسانيه ما عنده، اشتغل للاجر بينه وبينه وبين رب العالمين، وها هي اساعده قد ما اقدر اساعده. بس اذا اضطريت مرات يقول لك والله أنا على سفر ولازم اليوم أقلع للسن لأن أنا راح يضوجني، وهاي تضطر بعد شو تسوي؟ يعني أنت أمرك الله، أنت المهم تبرد ذمتك أمام الله. هيك نعم. يعني هنا دي يقصد زميلكم أنه الكراون ماكو، باقي بس الروت. إذا الروت ماله زين والجنجفة والأمور أوكي، يقدر يسوي حشوة جذر وبعدين يسوي له لو برغي لو فايبر بوست، هذا هسه استخدامه كلش حلو، يسوي له بلداب يبني للسن وتغليف، ماكو اي مشكلة، بالعكس كل الزين اذا تقدر تحافظ عليه هيك. لان هم اكو بيهم راسا اول ما يشوف جذر ما ينجح وما يفيد، وراسا يقلع حتى يقنع المريض يسوي زراعة حتى يستفاد من الانكم. يعني حطوا الله بين عيونكم، اعتبر هذا المريض اخوك ابوك امك، واشتغل على هذا المبدأ هيك. عندنا الكونترا انديكيشنز، يعني اني شنو الامور اللي يعني اتجنب بها القلع. فعندي اكو سيستميك، يعني شنو؟ يعني المريض عنده فد امراض عامه هي بعيده عن الاسنان، بس اذا اجي اسوي قلع احتمال اذين المريض، هاي سيستميك. اللوكال اكو امور ضمن الاورال كافيتي، ضمن الشغل مالتي، تمنعني ان اسوي دنتال اكستراكشن. اني طبعا الانديكيشنز طلاب حتى تكونون على بينه، ان شاء الله اني هاي محاضرات الاكستراكشن كلش حلوه، كلش مهمه، كلش مفيده، راح تستفادون من عندها بحياتكم العمليه. هالمره صار اونلاين لظرف الخاص، ان شاء الله الاسبوع الجاي نرجع حضوري. اي ملاحظه، اي استفسار، اي مشكله لازم احنا نتجنبها او نحاول نوضحها حتى ما ندخل باشكال، لان هاي موضوع كلش مهم. ثانيا اريد اقول لكم الانديكيشن والكونترا انديكيشن كلش احبها بالدنتال اكستراكشن، يعني هاي مهمه لكم. فنجي للسيستميك كونترا انديكيشن. من اقول سيستميك يعني شيء تابع للاجهزه مالت الجسم، مثلا ان كنترول ديابيتس. طلاب ركزوا هنا، انا ذاكر اني ان كنترولد، يعني مريض عنده سكر غير منتظم وغير مسيطر عليه. اذا اقول لك كنترول ديابيتس تقلع له لو لا؟ هنا السؤال مهم هيك. اي دكتور اقلع له. احنا ان شاء الله سنة الجاي الامراض كلها بصف رابع راح ناخذها وراح نعرف شلون نتعامل وياها. بس انا من اي ديزيز، اي مرض بالجسم اقول لك ان كنترولد، هذا ما يصير نسوي اكستراكشن. بس اي ديزيز اقول لك هذا كنترولد، وضع منتظم، مراجع ويا الطبيب، ياخذ علاجاته، ما عنده مشكله، هذا تقدر تسوي اكستراكشن. فركزوا على الان كنترولد وكنترولد. فأول نقطة بالديابيتس، المريض اللي عنده سكري ما راح أدخل بتفاصيل سنة الجاية تأخذها، بس مثلا إذا هو أنكونترول من أجل سوى قلع راح يصير عنده البيشنت ما يسمى الانفكشن، يعني المريض راح يصير عنده التهاب مكان القلع، ما راح يصير عنده هيلينج، يسوي لي مشكلة، أو احتمال يصير عنده أبسس،
صار عنده مشكله. فالان كنترول ديابيتس ما يصير يسوي الاكستراكشن. عندي ما يسمى اند ستيج رينال ديزيز، يعني مريض. نعم لا مو احنا شو نسوي، انت هو ان كنترول، انت تنصحه يروح للطبيب مالته يسوي كنترول للديزيز ونفر، وبعدها نرجع نسوي له قلب. يعني الان كنترول يتحول الى كنترول نسوي له اكستراكشن. واضح؟ بالضبط. احنا شو نعرف ان كنترول؟ نبين اذا عنده اعراض مال السكر، تحاليل مالته تثبت وهكذا. فننصحه يروح ينظم السكر مالته ويجيب لنا موافقه منه بالباطنيه او بالسكر الطبيب ونرجع نقل عليه. ماكو مشكله، هاي هاي حتى لا تدخل بها. السنة الجايه راح نحكي بكل تفاصيلها 100%، يعني ما نخلي شيء. هاي كل ديزيز راح ناخذ عليه محاضره كامله، تمام؟ بس هسه هنا على السريع، ليش انا كاتب ان كنترول ديابيتس؟ ابو السكر، المريض اللي عنده سكر عنده مشكله بالاميون سيستم، راح يصير عنده التهاب، احتمال يتطور الى ابسس، يتطور الى انه ما يصير عنده هيلينج، فيخوف. يعني هذا ما يخص الان كنترول ديابيتس. اما ابو الرينال ديزيز، مريض عنده مشاكل بالكليه، واصل الى مرحله متقدمه بحيث الكليه واقفه مالته، ما نقدر نجي نسوي الاكستراكشن. واحده من الاسباب الاكسكريشن مال لوكال انستيزيا ما راح يصير عندي، راح يصير عنده مشاكل بالبون، راح يصير عنده مشاكل، فنتجنب الاكستراكشن. ابو اللوكيميا، لوكيميا سرطان الدم يا ستار، فهذا هنا يصير عنده مشاكل بالوايت بي سيل، ما راح تكون شغاله 100%. فانا علمتهم الصف رابع، قلت لهم المريض اللي عنده مشكله بالوايت بي سيل فالاميون سيستم مالته مو شغال، فايش راح يصير عنده مشاكل؟ انفكشن، ما راح يصير عنده هيلينج. المريض اللي عنده مشاكل بالريد بلاد سيل يعني راح يصير عنده انيميا، والمريض ابو فقره الدم معرض انه يدوخ يتخربط، كذلك معرض انه الاميون سيستم مالته مو هالقد قوي. زين، المريض اللي عنده مشاكل بالبليتليت بالصفيحات الدمويه، شو تتوقعون شو يصير عنده مشكله؟ يعني ورا ما اقلع عليه يصير عنده هيموريد. بالضبط. فهنا باللوكيميا هو اصلا عنده مشاكل بال ابو اللوكيميا يصير عنده مشاكل، عفوا يصير عنده مشاكل بالوايت بي سيل. هنا أنا مثلا uncontrolled cardiac disease، مثلا مريض عنده مشكله بضغط الدم، جلطه، هذا من تيجي تشتغله اذا ما نضبط الموضوع احتمال خلال الشغل مالتك صار عنده جلطه، صار عنده نزف، لان يعني هو صار عنده خفقان فيأثر، فلازم نعرف شلون نتعامل وياه. الانجينا بيكتورس، مريضه بالذبحه الصدريه، سامعين بي جلطه عنده بالشرايين مالت القلب، اذا ما منظمين الامور ويا بالقلبيه وجينا اشتغلنا ترى ينضرب جلطه بيديكم صراحه. هنا هذا اكو مصطلح يسموه ام اي، يسموه مايوكارديال انفاركشن. هذا المصطلح يعني عباره عن انه العضله مالت القلب هاي المرحله المتطوره من الجلطه، الجلطه تصير بالشريان، للشريان اللي رايح لعضلات القلب، راح يقلل البلاد سبلاي والاكسجين لعضله القلب ينضرب لنا الجلطه. نعم لا كورونري ارتري يسموه الشرايين التاجيه. اي احنا عندنا مرحلتين، اكو انجينا واكو مايكارديال انفاركشن يرمزولها ام اي. الانجينا حتى بس التبسيط قلت لكم ما اريد ندخل تفاصيل السنة الجايه، الانجينا الجلطه، جلطه صغيره تصير وين؟ بالشرايين التاجيه اللي تغذي عضله القلب. فالجلطه شو تسوي؟ تضيق للشريان، تقلل لي كميه الدم اللي ينقل الاكسجين للعضله مالت القلب، المريض ينجلط. هذا ياثر عليكم، ليش؟ مريض ده تشتغل له قلع وسيرجري هو خايف وصار عنده خفقان وسترس وصعد عنده الضغط انضرب جلطه، لان راح يزيد الورك لود مال الهارت. المرحله المتقدمه يا ستار من الجلطه شنو؟ اذا هذا الشريان التاجي انقفل بالكامل ما راح يوصل بلاد واكسجين لعضله القلب الجزء معين، ايش راح يصير عندي؟ نكروسز، العضله راح تتموت بعض المكانات من القلب. هذا ام اي كلش خطر، واحتمال المريض يموت خلال 24 ساعه. فهنا يأثر علينا، هاي تعتبر كلها أمور تابعة للقلب. ليش أنا حاطب بين قوسين 6 أشهر مريض أبو الجلطة ومريض أبو احتشاء عضلة القلب أبو الام اي؟ خلال أول 6 أشهر حتى الجلطة مال الدماغ، أكو جلطة دماغية وأكو جلطة قلبية، هذني خلال أول 6 أشهر المريض معرض أنه يضرب جلطة مرة ثانية بنسبة عالية كلش، بس من تعبر 6 أشهر تقل هاي النسبة هواية. فحتى تفتهم ليش انا كاتب 6 مرات، انا ما راح طلاب ما راح اني راح اقول لك يعني
مثلا ابو الان كنترول ديابتس، انتم مطلوب من عندكم هسه ذني الام الديزيز هي ان كنترول والمريض ما مستقر، ما نقدر نسوي اكستراكشن. ليش وشلون تتعامل وشنو التفاصيل؟ تريد تتعلموها واي سؤال عندكم انا حاضر، بس انت جاي مطالبين بها كل تفاصيل. حتى هسه انت بس نتعلم الاكستراكشن، احنا هسه التركيز مالنا بغير جانب. اوكي، النقطه الاخيره عندنا الليفر سيروسز، تشمع الكبد. الكبد شنو وظائفه؟ يسوي ميتابوليزم لللوكال انستيزيا، هاي واحده من الشغلات خذوها. شغله ثانيه وظيفه الكبد مهمه، يصنع لي الكواجوليشن فاكتور، عوامل التخثر. زين اذا مريض عوامل التخثر مالته صار بيها خلل وانت جيت سويت قلع، ايش راح يصير عندكم؟ ايش تتوقعون؟ بليدنج راح يصير عندي هيك. فطلاب احنا راح نبدي ندخل شلون نتعامل ويا امراض عامه، انتم مو بس اطباء اسنان، انتم ترى هم اطباء ولازم تفتهم ايش دا يصير وشلون، ولازم تفكر مثلا شنو وظيفه الكبد. وظيفه الكبد 1 2 3، اذا صار عندي خلل بالفم وظيفه ياثر عليك كطبيب اسنان لو لا، هنا راح تبدون تفكرون. انا اريد اشغل عندكم هاي النقطه يعني هيك. نعم 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 اكو بعض الحالات هاي يسموها رباعيه مال القلب، يعني هذا هاي نوع من انواع القلب يسموه فتحه بالقلب يا ستار، هاي امراض القلب الولاديه يمكن تسال عليها. هاي لازم اكو بعض الحالات هاي من يقدر لك انه انت تحتاج بالمستشفى ولازم هو طبيب القلبيه. هسه انا مثلا اي مريض عنده جلطه، عنده فتحه بالقلب، عنده مشكله باي ديزيز، اذا انت شكيت المريض ما يحكي الصحيح او ما مسيطر ما ملتزم، تقرير هسه اعلمكم شلون تكتبوا التقرير بالانجليزي، تختمه دزه للطبيب مالته، يرد لك الطبيب يقول لك تقدر تقلع ما تقدر، ايش قد كميه البنج، تحتاج مستشفى، تقدر بعيادتك، شنو المشاكل، تحتاج انتبايتك، تنطي علاج ما تنطي علاج، كل هذا هو ينطيك اياه حتى هم يوجهك وهم انت تطلع من المسؤوليه هيك. فهاي هم ان شاء الله ندخل بتفاصيلها، يسموها ميديكال كونسلتيشن، ناخذ استشاره طبيه، يعني مو اي مرض يجي راسا نقلع له هيك. عندي النقطة الأخرى أنه severely uncontrolled hypertension، مريض عنده ضغط وما مسيطر عليه، يعني واحدة من الأسباب من أجل سو extraction مريض اللي عنده ضغط مرتفع احتمال يصير عندي bleeding. ليش؟ لأن هو عنده صار tachycardia، القلب دي يضخ بكلش قوة، مطور مشتغل على قوته، صار عندي bleeding، احتمال المريض يصير عنده شنو؟ جلطة، لأن العضلة مال القلب تشتغل بقوة. فيقول لك أكو فت بالانس بين الاكسجين ديماند والاكسجين سبلاي، يعني انت لازم العضله كميه الاكسجين اللي يوصلها عضله القلب نحكي تكفي قياسا لللود اللي صاير على القلب. فاذا قل الاكسجين هنا احتمال المريض يبدا يصير عنده شنو؟ جلطه. واذا بدت الاعراض لازم بعدين نحكي بيها وشلون نتعامل وياها ان شاء الله مستقبلا. ما يخص الحمل يسموه ريليتيف كونترا انديكيشن، الحمل 9 اشهر يقسموها ترايمستر، يسموه ترايمستر، اول ترايمستر يعني الشهر الاول الثاني الثالث، والثاني ترايمستر والثالث ترايمستر. الشهر الاول والثاني والثالث نتجنب القلع لين احتمال البيشنت المريضه يصير عندها شنو؟ ابورشن، اسقاط، لين بعد الحمل بالبدايه ومو مستقر ولازم احنا نتواصل ويا طبيبه النسائيه. اخر 3 اشهر اللي يسموها ثيرد ترايمستر احتمال المريض يصير عنده ايرلي ديليفري، ولاده مبكره، فهم نتجنب الاكستراكشن. السيف تايم هو الشهر يسموه 2 اند ترايمستر، الرابع والخامس والسادس بعد استشارتهم النسائيه. والعلاج لازم ننتبه مو كل دواء نقدر نعطيه للحامل لان ياثر على الجنين، احتمال يسوي لي فد تشوهات بالاعضاء مالت الجنين، فهاي هم ان شاء الله ناخذها. لا ما يصير اي هو ياثر لي على البون همين مرات حسب الدوز مال تتراسكن، لكن هوايه ادويه ما يصير تطير الحامل، اكو جدول جداول مال الحامل تقدرون تطلعون عليها ان شاء الله، بس حتى تفهمون شنو ال1 اس تي ترايمستر، 2 اند ترايمستر، لاست ترايمستر، ثيرد ترايمستر. من اقول لاست ترايمستر ثيرد ترايمستر حتى تفهم ليش اول اشهر ما اقدر اقلع، اخر اشهر ما اقدر احاول بالنص، بس مرات انا اضطر اقلع باول اشهر اذا حالات ايمرجنسي لازم مضطر على القلع كلش سيفير بين مدى تنام بالليل، نخلي الحامل مثلا 3 اشهر ما تنام بالليل، اضطر اقلع بالامرجنسي كيسز، وبعد ما اتواصل يوم النسائيه واخذ الاحتياطات مالتي الكامله
فهاي اللاين هاي يسموها احنا principle of management، يعني شلون انت تسوي management للمريض مالتك. ان شاء الله هاي قلت لكم على صف رابع، انا بس حتى تفتهم ليش نسوي كونترا انديكيشن للاكستراكشن. عند بليدنج ديس اوردر هيموفيليا، نزف الدم الوراثي، هذا المريض عند الفاكتور 8 و9 ما موجود، هذا اذا تسوي له قلع لهذا المريض بدون ما انت معوض هاي الفاكتورات مال التخثر، كونوا على ثقه بلات بعد ما يوقف نزف ما يوقف، يعني المريض يموت بين ايدك اذا ما يتلاحقوا، واكو في الطرق شلون نتلاحقه، فلازم تنتبه عليه. وطبعا دائما حسن الحظ هذا بالهيموفيليا يعرف نفسه. أني صار 10 سنوات بهاي المهنة، فين شايف هيموفيليا جونه؟ بس قال لي دكتور ترى أنا عندي هيموفيليا، أنا عندي نزف الدم، أنا يعني يقول لك حتى تعرف شلون تتعامل وياه هيك. نعم. لا لا لا، هو أبو البليدنج ديسوردر الهيموفيليا عند الكوغوليشن فاكتور ماكو، عند نقص. اي احنا تدري شو نسوي؟ ما انا ما اريد احكي المانجمنت مالته، يعني بس راح اقول لكم اياها. مثلا هو عنده نقص بالفاكتور رقم 8، احنا سوينا مره اجانا ببغداد قبل سنتين، حولناه لمدينه الطب، ضربوا الفاكتورات هذا النقص او طول الفاكتورات ورجعونا اياه خلال نص ساعه، سوينا له قلع ومشى الامور. هيك اي مو انت المريض، انا مثلا من اقول لك مريض عنده مشكله بالبليتليت وتريد تقلع له، شو تسوي؟ تعوض البليتليت وتقلع له. مريض عنده هذا الفاكتور رقم 8 مفقود، شو تسوي؟ وراح يصير عنده نزف، تعوض الفاكتور رقم 8 وتقلع له. هيك يعني هاي للبساطه، بس هي بعد بيها تفاصيل. هنا البليتليت ديس اوردر، اكو مرضى هواي عندهم مشاكل بالبليتليت، والمريض اللي عنده مشكله بالبليتليت يصير عنده بليدنج. اخر نقطه، بيشنت اون انتي كوجولنتس، يعني مريض ياخذ ادويه مميعه يسموها، من ضمن هو الاسبرين، اكو البلافكس، اكو الوارفارين، اكو الهيبارين، هذني كل وحده اذا تسوي اكستراكشن يصير عنده بليدنج. فاكو بيهن ما نوقفها بس نتعامل ويا بعد القلع شو نسوي المكان السكت حتى لا يصير بليدنج، واكو لا نضطر نوقفها 3 ايام 5 ايام 7 ايام بموافقه الطبيب، وبعدين نقلع ونرجع للمريض على الادويه مال المميع. فالمريض من يطب نعم اكثرهم ينطهم اسبرين وقائي يسموه، هو يجي يقول لك خصوصا الكبار يقول لك دكتور انا اخذ هاي الاسبرين وقائي مع الاطفال يسموهم هيجي، فلازم تنتبه. هي كل وحده لها مانجمنت معينه، بس اي مريض يدخل العياده خصوصا الكبار مو راسا يلا انستيزا واكستراكشن في مال اسئله، ايش ياخذ ادويه، ايش ياخذ علاجات، يشكي من شيء، راجع طبيب، لان مستحيل يطب لك مريض عابر ال 40 50 سنه وما عنده فد مرض او مشكله. فاحنا لازم ننتبه على هاي النقاط، يعني العلاجات اللي ياخذها شنو يجوز، هو ما يعرف اذا ياخذ مميع، ما يدري بنفسه، كبير بالعمر وما يدري، قل له جيب لي العلاجات خليه اشوفها، حتى اذا ما جايبها ما اتفرق له واجازف، روح جيبها وتعال، تعالني باكر انا جايك من بعيد وما اقدر. ترى يقوم يحجون هيك، بس وقت اللي تدخل انت بمانجمنت غلط تقلع له وبعدين مثلا طلع ماخذ مميع وانت ما تدري صار عنده نزف، ترى تقع الحق كله براسك. ومرات يطلعون احنا لجان طلاب يدزون عليه لجنه يقول هذا ناخذ الاول نشوف المريض شو مسوي والطبيب شو مسوي، ترى هيك حاله. اذا انا هسه مريض طب عليكم وقال لك انا دكتور والله جايك من مكان بعيد والطريق ينسد واني بيتي بالعرب، خصوصا دول الخطيه الله يساعدهم خارج المدن، وما اقدر واقلع لي وما نايم بالليل وما جايب العلاج وقلعت وصار عنده بليدنج وصارت مشكله على المريض، ترى انت تحمل المسؤوليه، لان بعدين يقول لك من قال لك تقلع عليه، واول ما يحكي عليكم اهل المريض. فانتبهوا، كونوا ضمن السيف سايد، اتخذوا الاجراءات الوقائيه مالتكم، انتبهوا على نفسكم. هيجي نجي على اللوكال كونترا انديكيشن، لوكال ضمن الاورال كافيتي، انا مثلا مريض ماخذ راديشن ثيرابي اشعاع ما اقدر اسوي له قلع لان صار عندي راديو اوستيو راديو نكروزس حكينا عليها. مريض عنده تيومر والتوث قاعد ضمن التيومر ويا ستار، يعني خصوصا المالجنت تيومر، اذا تجي تسوي اكستراكشن تقلع على التوث ايش راح يصير عندك؟ الخلايا مالت التيومر راح يصير بها ميتاستيسز. المفروض انتم ماخذين شنو مصطلح الميتاستيسز، يعني انتشار الورم السرطاني من المكان الى مكان ابعد عن طريق مثلا شنو البلد فيزل، ابسط مثال اللمفاتيك فيزل. تمام، فانت اذا نعم
اي هو المراحل المتقدمه ينتشر عن طريق العقد الانفيه يا ستار، بس احنا دا نحكي تيومر موجود انت كطبيب اسنان بعد ما منتشر هو، انت جيت قلعت السن، انت من قلعت اكيد فتحت بلاد فيزل بالقلع مالتك، صار عندك بليدنج فتح بلاد فيزل، دخلت التيومر سيل عن طريق البلاد فيزل انتشرت راحت للجسم كله اي مكان، فهذا انت هنا اجرامت بحق البيشنت مالتك، فلازم تنتبهون. هو حتى يفضل يقول لك يعني اكو في الدراسات تقول لازم قبل كل ما نقلع سن لازم احنا ناخذ اكس راي نشوف شكو بالبون، يعني احنا نباوع مثلا مرات سوفت شو ماكو اي ورم ماكو كل شيء، بس مراتك مشاكل صارت بالبون احنا ما ندري بيها، فيفضل ولو احنا بدنا نسويها بس والله يفضل ناخذ اشياء عن شيك وبعدين نسوي اكستراكشن. اكو هنا مصطلح نعم والله اذا صار فد مشكله بالعظم فد كيس فد تيومر والتوث قاعد بنص هذا التيومر يفضل ما تقلع على راسك، لان احتمال تيومر قلعت له صار عندك نزف، تيومر قلعت له انتشر السرطان من وراك، يفضل شو نسوي هنا ناخذ خزعه من هذا التيومر او من السيست او من الليجن، مرات واحده من انواع الخزع يسموها اسبيريشن عن طريق السرنجه، نسحب نزل المختبر يجينا التشخيص يقول يابا هذا تيومر دير بالك، يعني اذا هذا تيومر ما اقدر اجي اسوي قلع لازم شو اسوي استئصال كامل اقص البونهم وياه والتوث مره واحده هيجي، اذا كيس لازم اشيل التوث والكيس، اذا مثلا اكو اكياس تصير تابعه للنكروتك تيث هاي مو توث يصير بين كروسز المريض ما يعالجه، شايفين مرات من نقلع التوث يطلع وياه كيس صغير هذا يسموه بري ابيكال سيست، هذا ما يخوف يعني، بس احنا شلون نعرف بري ابيكال سيست الا نحلله بالمختبر هيجي بالأشعة يبين عندك فد راديوليوسنت اريا، انت شلون تعرف هو راح تقول هذا اتوقع سيست بس ما تقدر تقول 100% الا تسوي له تحليل من المختبر هيستوباثولوجي. اكو بعض الفيتشرز تطلع بالدنتال فيلم خصوصا بالاكياس ناخذها بصف رابع بس ما تنطيك دياغنوسيس 100% الا يروح هيستوباثولوجي هيك. اي عندي مصطلح بيري كورونايتس، بيري يعني حاول، كورون يعني حول تاج السن، التهاب حول تاج السن، هاي دائما وين يصير عندي البيريكورونايتس؟ يصير عندنا منطقه اللور ثيرد مولر، هاي احنا نقول هاي يقول لك المريض دكتور اكو لحمه صايره فوق السن تدخل اكل ده يلتهب عندي المكان زين، فانا من يصير عندي بيريكورونايتس ملتهب المنطقه ما اجي اسوي اكستراكشن، انتظر اسوي انطي تريتمنت للبيشنت يروح الالتهاب وبعدين اسوي اكستراكشن حتى الانستيزيا تاخذ مضبوط ما يصير بين عند البيشنت ما يصير عندي بليدنج، احتمال هذا الالتهاب ينتشر تسويت قلع وانتشر راح للبون صار عندي ابسس تدخل بمشاكل انت في غنى عنها هيك. شنو المصطلح ما سمعت بولب بولب هذا بولب بولب يسموه البولب هذا بالقلع يروح واذا بقى تقدر هو مشلب مثلا بالجنجبه تقدر تقصه بالمشرط بالسكالبل اذا انت اي اقلعه والبولب اقصه واذا انت تسوي له روت كنر مرات البولب تقدر تشيله بالبير وتكمل الروت كنر مالتك الاعتياديه. اي عندي مصطلح يسموه هيم انجيوما، هيم انجيوما ورم وعائي دموي يعني صار عندك انت داخل البون اوف دي جو تيومر ريليتد للبلد فازول، فهنا التوث ويا الهيم انجيوما، فانت هنا من تجي تسوي اكستراكشن راح يصير عندك بليدنج كلش قوي، فهذا التعامل وياه خطر كلش اذا صار اذا عندي هيم انجيوما، يعني الله ليش اشوف لكم اياه توث قاعد داخل بلاد فيزل تيومر هيم انجيوما هيم ريليتد تو بلاد انجيوما ورا معاي دموي فصاير تيومر بس بناين هو تابع للبلاد فيزل قاعد بنص التوث جيت سويت اكستراكشن فتحت التيومر انت قبل صار كونكشن ويا البلاد فيزل راح يصير عندك بليدنج. ليش اقول لكم موضوع الاكس راي قبل الاكستراكشن والله مهمه كلش. كذلك اذا عندي سيفير سيلولايتس، سيلولايتس هنا من تيجي تترجمها هو التهاب الخلايا، بس هنا عندنا الفكره مرات المريض شايفه هذا اليورم وجهه ايش يجي كوارم نعم اي مرات المريض سن يلتهب عنده يتركه يتركه الى ان يورم وجهه
اكو مصطلح سيلولايتس وابسنس. سيلولايتس المرحله اللي هي هاي الانسجه، الوجه يورم، هاي يصعد الورم على عينه، ينزل على رقبته. هنا لازم انت تنطي انتبايتك يروح للالتهاب، يلا تجي تسوي قلع. ومرات يتطور الى مرحله شو يصير عنده ابسس خراج، فمن يصير خراج احنا شو نسوي؟ فص، لازم نسوي درينج، نفتح على الجراحه ونطلعها. هيك هاي اكو فرق بين السيلولايتس والابسس. هم انا بالرابع ناخذها تفاصيله. اي صحيح، يدخل فيشل سبيسز تابعه للاناتومي، يدخل بها الالتهاب وينتشر. السيلولايتس بس التهاب بالانسجه وورم وبين واديمه بدون فص، تنترك بعد مرور كم يوم يتحول السيلولايتس الى ابسس زائدا فص، يعني جراحه. هنا تجي تفر انت شو تسوي؟ درينج، تفتح الجراحه تطلعها تفرغها وتنطي انتبايتك وبعدين تقلع للتوث او تسوي له روت كانال. فهذا الفرق بين السيلولايتس والابسس. اخر نقطه عندي اكوت انفكشن. طبعا اكو خلافات من اكو التهاب بالسن. اكو كتب تقول لك انت مصدر الالتهاب شيله، مثلا سن مريض سنه ملتهب الليل كله منايم جاك للعياده، شنو الحل مالتك؟ روت كانال او اكستراكشن. هسه احنا نحكي وصلنا لمرحله الاكستراكشن. اكو كتب تقول لك هو ملتهب انت سوي له قلع خلص المريض من الالتهاب، واكو كتب تقول لك لا انت انطي انتبايتك خلي يروح للالتهاب ذاك الوقت تسوي له قلع. انا اللي لاحظت انه مريض ذا ملتهب سنه ومنايم بالليل، تجي تنطي انستيزيا، الانستيزيا ما راح تشتغل بشكل كامل، المريض راح يتاذى والقلع راح يكون صعب، واحتمال راح يصير التهاب كلش قوي بعد القلع، واحتمال الالتهاب ينتشر. فانا اللي افضله واللي شفته من خلال شغلنا انه المريض اللي عنده التهاب انطي انتبايتك ثلاث ايام يخف عنده الالتهاب، انا اذا مقرر اسوي اكستراكشن انا دا احكي مو روت كانال، انا اذا اقدر اسوي له حشوه جذر عنده روت كانال اقعد التوث واسحب العصب وخلي المريض يرتاح، هاي منتهين منها. بس دا احكي توث مضطرين نقلعه كلش تعبان وقررنا نقلع، انا بالنسبه لي كطبيب احاول اعالج الالتهاب بعدين اقلعه. او اذا اضطريت انه تقلع انت تقول للبيشنت هذا ملتهب احتمال يصير عندك الم، احنا راح ننطي بنج نجي نحرك التوث، اذا صار عندك الم راسا نتوقف نعطيك دوام التهابات ونرجع نقلع ورا كم يوم، اذا ما صار الم نقدر نكمل. بس انا افضل نقضي على الالتهاب وبعدين نقلع على التوث. هيك فهنا هم راح يحكي لك على الكونترا انديكيشن. اكو ابسوليوت وكوريليتيف. الابسوليوت يعني انت ابدا ما تقدر تقلع على التوث، مثلا الهيم انجيوما يعني شنو راح يصير عندي بليدنج. اكو اتيريو فينوس مال فورميشن، يعني مال فورميشن عيوب ولاديه بالتكوين البيشنت، صار عنده مشاكل بالارتري او بالفين صار عنده مال فورميشن. فهذا المال فورميشن احتمال تيجي تسوي قلع او تسوي عمليه البلد فيزل متكون بصوره ابنورمال راح يصير عندي بليدنج. هذا ابسوليوت ما اقدر، هاي لها في الطرق شلون اتعامل وياها، ما جاي اسوي قلع او سيرجري راسا. بس اكو مثلا ريلاتيف، من اقول ريلاتيف يعني انا هسه حاليا هذا الديزيز يمنعني اسوي قلع، بس اذا عالج الديزيز او اسوي له موديفيكيشن اقدر اسوي قلع. من اقول ابسوليوت ابدا ما اقدر اسوي قلع، من اقول ريلاتيف لا. مثلا لوكال وسيستميك. اللوكال مثلا اكيوت سيلولايتس التهاب حاليا ما اقدر اقلع، بس اذا انطيت انتبايتك راح الالتهاب راح اقدر ارجع النوم اسوي اكستراكشن. اكو مصطلح هذا اكيوت نكروتايزنج السريتيف جنجيفايتس، هذا ما اريد ادوخكم به، تاخذوه بصف خامس او بالرابع بالبريوم بامراض اللثه. بس هذا الفكره مالته انه التهاب قوي باللثه علاجه يعني بصوره خاصه اللي في الطرق خاصه بالعلاج سهله، بس ما اريد احكيها يعني مو موضوعنا. بس الفكره انه هنا اكو فد التهاب بالسوفت تيشو، نعالج الالتهاب نقدر نسوي قلع. السيستميك حكيت لكم اي ديزيز ان كنترول تسووا له كنترول للديزيز مالته، طبعا الطبيب مالته مثلا ابو السكر، الضغط، كارديوفاسكولار ديزيز، الليفر ديزيز، ووراها يسوي الاكستراكشن. اكو مريض اللي ياخذون كورتيزون فتره طويله ياثر هذا على البون وياثر على الاميون سيستم، هذا لازم هم اسوي له موديفيكيشن للدوز مال كورتيكوستيرويد حسب راي الطبيب. والمريض اللي متعرض للاشعاع انتظر 6 اشهر الى سنه اقدر ارجع اسوي القلع مال اعتيادي. تمام. فاكو سؤال هنا نعم اي اي عندي
قبل لا اجي اسوي مريض جاء وقررت اسوي له قلع، اكو امور انت لازم تلاحظها تسوي له اسسمنت. مثلا اول ما تقعد راسا تجي تقول له يلا يا هو السنتي تقلعه، لا اخذ هيستوري من المريض مثلا اشوف هو المريض عنده مشاكل عامه، عنده امراض مزمنه، عنده مشاكل ويا التخدير، عنده قبل مشاكل ويا القلع، عنده قبل مثلا مشاكل القلع يقول لك قبل ما اخذ بنج، او والله قلعت سني دكتور قبل سنه سنتين صار عندي نزيف، قلعت سني تخربطت، تتفهم شنو السبب ما تدخل به. كذلك تشوف الاورال هاجين مالت البيشنت، يحتاج عنده باد اورال هاجين، اذا البيشنت باد اورال هاجين وضعيه الهاجين مالت الاورال كافيتي كلش تعبانه، انا من اجي اسوي قلع احتمال يصير عندي انفكشن، فاضطر مثلا اخليه يتغرغر بماوث ووش عندي بالعياده، تغرغر بها قبل لا اسوي قلع، اجي افحص الاسنان، اجي افحص الاورال كافيتي، اشيك السوفت تيشو والهارد تيشو، احتمال اكو مشاكل بالاسنان او بالسوفت تيشو او اكو تيومر هو ما حاس على نفسه بي، انت هاي كلها تشيكها بعدين تفكر بالقلع. فهنا الهيستوري تيكينج اتوقع هو دكتور علي شرح لكم محاضره على الهيستوري تيكينج، بس احنا هم راح يعني نجي على عليها، هي ضمن الكيس شيت وهم راح نعيدها السنه الجايه، شلون اخذ هيستوري من المريض يعني تاريخه المرضي، شاخذ مثلا المشكله مالته ليش خلته يجي على طبيب الاسنان و they read dental extraction، شنو سبب القلع، شنو سبب المشاكل الصحية مالت الأسنان، شنو عنده أمراض مزمنة، شنو عنده أدوية مزمنة، زين عنده أمراض وراثية بالعائلة احتمال منتقلت له مثلا الهيموفيليا، تعامله ويا كطباء الأسنان قبل ملتزم ما ملتزم، عنده مشاكل صحية، عنده مشاكل نفسية، هاي كلها تأثر على الشغل مالتي. فهنا أنا راح يبدي يوصف لك مثلا presenting complaint، أنت تقول له للمريض شنو أكثر شيء خلاك تجي تزورني، يعني مثلا مريض هو عنده نايت بين منايم بالليل ويريد يسوي روت كانال وكذلك يراد تنظيف للأسنان، هل من المعقول انت تجي تسوي له تنظيف للأسنان وتقول له روح وتعالي باكر اسوي لك اسحب الاعصاب؟ لا، فانت تسأل ايش رئيسي اللي خلاك تجي تزورني كطبيب اسنان، من يقصد كما يخص الاسنان شنو اكثر شيء مضوجه، تعالجنا عنده 10 مشاكل بس انت تجي اكثر مشكله مأذيته وهكذا هيك. فهو يوصف نعم الشيف كومبلين بالضبط، يسموها presenting complaint of chief complaint، تخليه هو يحكيها بكلمته الخاصه بتفسيره الخاص حتى انت تعرف انه يابا جايك هذا سنه مثلا يتحرك الضوجه او منايم بالليل، هو اكثر شيء يجون شنو منايم بالليل، بين، هاي الشغلات يعني هيك. عندي الميديكال هيستوري، ليش اخذ الميديكال هيستوري؟ حتى انا اعرف انه قلت لكم عنده مشاكل صحيه، عنده اي امراض مزمنه تاثر على القلع مالتي، عنده اي ادويه مزمنه، مرات اكو بعض الادويه انا اضطر اوقفها مثل ما قلت لكم اللي ياخذ مضاد التخثر. فالميديكال هيستوري كلش مهم، ما اجي انا اكو بعض الاطباء اصلا اشوفهم راسا قاعده من تخدر قلع لا مشى، هذا كلش غلط، اجي اساله مرات اكو مرضى ترى ما يحكون الصحيح، يكذب يقول لك كل شيء ما عندي، ما بيا كل شيء، انت لازم تسال اسئله تحاول تطلع من عنده يعني. نعم اي اي خطره كلش طبعا اي هاي مهمه كلش هاي اي هو هواي تفاصيل يعني قلت لكم يعني انت لازم تسالوه، او مرات انت تشوف مثلا عنده اعراض مال سكر وهو ما يقول بيه سكر، احتمال ما يدري بيه سكر او احتمال هو يدري بيه سكر، مفترض على مثلا 5-6 اطباء قبلك ما قابلين يسوي له قلع، يجي ما يقول لك كل شيء ما بيه، دكتور اقلع لي والله انا كل شيء ما عندي، لا تدير بال، بس انت اللي تشوف عنده اعراض مال سكر، وهسه افهمكم عليها ان شاء الله بالمحاضرات السنه الجايه. لازم انت هنا تبدي تساله، تبدي تاخذ من عنده، تبدي تتحايل عليه، ها نايم مستشفى قبل مسوي عمليه عندك مشكله متخربط، لان من تسوي قلع واكو مشكله ترى تقع براسك، فهنا لازم انت ايش قد تتأنى وتاخذ وقت انت تفتهم من عنده امراضه العامه مشاكله، ولا تتوقعون نادر نادر ما يطب مريض ما عنده مشكله بهالوقت هذا، خصوصا احنا شعبنا خطيه كلش تعبان يعني من الامراض وتفكير وقلق، هاي سكر وضغط بالوجه، فحتى تعرف شلون تتعامل وياه، هو يريد بس يخلص من الالم بس بعدين راح يأذي نفسه اذا احنا ما ناخذ بعض الاجراءات. فهذا ما يخص الميديكال هيستوري. عندي الفاميلي هيستوري، بعض الامراض تاثر عليها قلت لكم الوراثيه مثل الهيموفيليا حكينا عليها اللي هي تنقل، او مرات جماعه الضغط الهارت ديزيز، فاذا مثلا يقول لك والله والدي عنده ضغط ووالدتي عندها ضغط مثلا، واني والله دكتور تجيني فترات يوجعني راسي او فد شيء،
قيس له الضغط او حوله على طبيب باطنيه يجيب لك ورقه يقول لك هذا المريض كل شيء ما بي او بي فلان ديزيز فلان مرض فلان مشكله، هذا كله اثر عليكم. السوشيال هيستوري يعني مثلا هنا يقول لك مثلا لازم اني المريض الاهل دائما وياه متعاونين، لان مرات انا من اسوي عمليه ترى بعد العمليه المريض حيصير عنده الم تورم صعوبه بالاكل، يعني خصوصا عمليات الاورال سيرجري من نسوي وراها المريض يتبهدل بالقليل في يومين ثلاثه الى سبعه ايام. فاذا هو مثلا اهله مو وياه او بوحده هذا ما راح يقدر، فاذا مثلا وياه اهله يساعدوه، اذا مثلا اهله موجودين نقدر احنا ناخذ معلومات من اهله او من اقربائه من زوجته انه هو يدخن ياخذ كحول، ترى اللي يشرب كحول اكو هوايهم عنده مشاكل تاثر عليه، يعني من ضمنها مثلا حبوب الفلاجيل ما نقدر نعطيه، الكحول يأثر على الكبد يأثر لي بعدين على القلع مالتي، خصوصا دول اللي هم يشربون كميات كبيرة سنين طويلة ترى يأثر عليكم كلش، فهو مرات مثلا ما يقبل يقول أو يضمها يأثر يخوف هيك. اي تشمع بالكبد، الكبد يقوم ما يفرز عوامل التخثر مضبوط يصير عندك نزف، هاي أبسط شيء يعني. نعم اي تمام. هسه احنا وصلنا للاكزامينيشن، يعني انت هسه احنا لحد هسه كنا نحكي شلون نتعامل ويا المريض، شلون نحكي وياه، شلون ناخذ منه هيستوري، شلون نتفاهم. هسه وصلت اكزامينيشن ابدي الفحص مالتي. الاكزامينيشن يقول لك انت لازم تفحص المكانات اللي هي تتعارض ويا البروبلم مالتي، يعني انا مثلا هذا التوث مسوي له الم اجي افحصه اشوفه، اشوف التيث البون اخذ اشعه، كذلك اشوف الفتنس مال المريض، يعني ابوع على المريض مالتي اشوفه هذا عنده انيميا عنده فقر دم عنده مشكله اقدر اسوي له عمليه مال قلع مثلا سن عقل يرهم ما يرهم او اي مشاكل. مرات قلت لكم اكو هوايه امراض احنا اكتشفناها يمنا بالعياده مال الاسنان هو ما حس عليه المريض، فشخصناها حولناها على اطباء عالجوهم رجعوا لنا وهكذا. اسوي اسسمنت يعني اشوف هذا المريض يبين لنا تعبان بحيل ما بحيل يقدر يتحمل القلع، لازم انتبه مو اني ساكت وصافن واشتغل هيك عمياوي وبعدين تصير مشكله ولا سمح الله تقع براسكم. اشوف المريض تعبان عنده حراره عنده احمرار عنده تحسس مبين، اكو شغلات مبينه مثلا عنده اصفرار بوجهه، اذا اصفرار اتوقع عنده انيميا، اتوقع عنده مشاكل بالكبد احتمال هيباتايتس، مريض عنده التهاب كبد بين على ملامح عينه ووجهه اصفرار، هذا يسموه جويندس، هذا مو ياثر عليكم يعديك وياثر على الكبد ياثر لك على الانستيزيا ياثر لك على السيرجري، هذا كله مهم هيك. نعم بالضبط. احنا اكو اكسترا اورال اشيك الاي التي ام جي الفيس السليفر جلاند، هاي كلها خارج الاورال كافيتي فيشل سيمتري اذا عنده مشاكل، بعدين وراها اجي ادخل للانترا اورال اشيك الهارت باليت سوفت باليت تانج فلورا اوف ذا ماوث تشيك جنجيفا لابيال ميكوزا بكال ميكوزا هارت تيشو سوفت تيشو هذا كله. وبالاكزامينيشن انا عندي مراحل، اول مرحله النظر يسموه اباوع على المريض، ثاني مرحله اتلمس بالبيشن اتحسس اسوي اوسكلتيشن مثلا اسمع بالسماعات، يعني انا مرات نجيب سؤال السماعات مال الطبيب العام تفيد طبيب الاسنان بشغلتين قياس الضغط والشغله الثانيه اقدر اسمع المشاكل مال تي ام جي همين بيها فنستفاد من عندها هيك. فهنا نعم هذا يسموه بيركشن. بيركشن اكو هوريزونتال واكو فيرتيكال، يعني شنو اجيب الميرور مالتي الاعتياديه واضرب على التوث اضرب فيرتيكال من الاكلوجال سيرفيس واقدر اضرب هوريزونتال من يم الليبيال سيرفيس. فاذا احنا مثلا ضربت على التوث فيرتيكال وصار عنده بين اتوقع عنده بري ابيكال بروبلم، يعني التهابات فوق الابكس مال التوث لان ضربت فيرتيكال، بس اذا ضربت هوريزونتال وصار عنده بين اتوقع عنده مشاكل وين جنجايفال بروبلم بالبريودونشيوم بريودنتال ليجمنت، يعني احتمال عنده بريودنتايتس هيك. وايضا يعني المريض مرات يجيك منايم بالليل وما يعرف يا هو السن اللي صاير به المشكله، انت تباوع على الاسنان ما تلقي كافيتي او مشكله بسن لان صار الكافيتي داخلي، فتيجي تضرب على الاسنان يا هو التوث اللي من تضربه يوجع كلش قوي هو هذا اللي يسبب له المشكله، هذا يسموه تندرنس فور بيركشن هيك. تمام ساعه 10:30 تعبتوا لا شلونكم هسه؟ ما
دكتور خليها على الأسبوع الجاي حضورية. والله أنا أفضل حضوري، أنا الإلكتروني ما أحبه، بس هذا الظرف اللي مريت به وأصلاً. دكتور ماشي الحمد لله على السلامة. نعم. الحمد لله على سلامتك دكتور. الله يسلمك. نعم دكتور. المشكلة خبروني الكلية قالوا لا يشيلوا المحاضرات لين راح يتأخرون، وتعرفون أكو شغلة يعني إحنا مقتربين على رمضان. أنا ما عندي مشكلة، بس برمضان يعني ما راح يكون استيعابكم 100% مثل ما لأن هو هسه إحنا بحيلنا ومفاطرين وهذا، وأنتوا والله تعبانين وشغلات وما بينا حيل يعني هاي. فبرمضان هم أنا يعني أريد هم أكمل لكم المنهج، وأريد همين الهدف مالتي ما نتأخر بالمنهج الأخير السنة وبعدين تضايقون، أريد يبقى عندكم وقت حتى تقرون للمنهج لين راح يصير عندكم مال فصلين يعني هيك. هاي كلها ده نحسبها. والله اي بي اكستراكشن كومبليكيشن، بس اتوقع يعني اقل من الفصل الاول ان شاء الله محاضرات مالته، واتوقع اسهل يعني افهم اكثر يعني تقبلوها ان شاء الله هيك. فاني ما عندي مشكله، انا بالنسبه لي طلاب يعني 20 سلايد حتى تكونون على بينه، 20 سلايد قليله، و40 اشوفها تو ماتش عليكم، ف 30 35 اذا احنا اخذنا خلال السلايدات شرح هوايه اوقف 30 سلايد، اذا صورة هواية شرح قليل 35 سلايد على مودكم، لأن أنا بالنسبة لي ما عندي شيء، بس حتى بعدين إذا خلصت من وقت يبقى عندنا فراغ نقدر نراجع المواد، نقدر إذا عندكم سؤال أو تقعدون تقرون بالبيت. أنا أتفرغ بالسيرجر، وأيضا أنا عندي عملي ولازم نتحضر، لازم نسوي عملي همين الفصل الأول ما سوينا، فهاي الشغلة اللي صارت هيك. CPR ايه لايف سبورت ميجر، هاي هو هاي مال عملي، هو طبعا هاي كانت ما موجوده السنه من بغداد جابيها كتاب ونزلوها لكم. شو اسمه احنا نحاول يعني ان شاء الله نحاول يعني نطبقها او نسوي في الترتيب، بس خلي نشوف. وانا هسه اركز بصراحه على الاكستراكشن اللي افتهمت انه بالكل اكو مليكانات نقدر نسوي عليها قلع يمكن اذا موجوده حتى نشتغل عليها هيك، بس اريد اتاكد من عندك. اي هو قال له لي عليها، والله انا ما شفتها لي حد هسه، فاني على اساس بصراحه ما اخذكم، بس دكتور علي الحيالي ما قدر واعتذر وخابروني من الكليه، فراح رجعت على الثالث. فهاي الامور بعد ما شفت انا عفتها لان قلت ما راح ارجع، هسه اريد اشوف لان العملي مالتنا اريد بعد الاسترمت مال اكستراكشن مهمه، واريد نسوي ديمونستريشن على الاكستراكشن وعلى النسيزي همين اذا اكو مليكانات اذا موجوده حتى نطلعها نشتغل عليها بالعملي طبعا همين شويه تاخذ ايديكم. اي بس احنا هسه ما يخص النظري، اني ان شاء الله الاسبوع الجاي باذن الله اذا ما صار لي ظرف معين ان شاء الله حضوري، واذا عندكم سؤال على هاي المحاضره 36 سلايد حاولوا تقروها كلش سهله باذن الله. واي شيء ان شاء الله دكتور اي شيء احنا حاضرين، يبقى موضوع قلت لكم نحاول نكمل حتى لا تتاخر تراكم عليكم تلحقون تراجعون قبل الفاينل وقبل العملي ان شاء الله. ان شاء الله دكتور. الله كريم ماشي عيني يعني تسلم ان شاء الله. تسلم دكتور. تسلم تسلم دكتور. تسلم دكتور شكرا جدا الحمد لله على السلامه دكتور. الله يسلمكم بارك الله فيك، ما تشوفوا ان شاء الله ان شاء الله.